هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة يلا عاشت بناصر، عاشت ما بقى من شوية. كافح وجاهد واستعن يبغي وصول صوب الفلاح، سهر وناضل واجتهد بعد الصبر نال النجاح. مرة خسر لكن صبر، شايل على اكتاف الامل، ليل ونهار مستمر يعمل بلا عجز وملل. لا يأس وقف رحلته وبالفرحة يوصل للوعود، ولا مرة فوت فرصته والفرصة مرة وما تعود، مرة وما تعود. مبروك يا ناصر، مبروك عليك المزرعة، وإن شاء الله بتشوف الخير يا أخوي. إن شاء الله. مبروك يا والدي، والحمد لله إن المزرعة استوت زينة. الحمد لله يا الوالدة، ومبروك علينا كلنا. والله ما جاء على بالي إني أشوف المزرعة بكل ذا الجمال. إن البيبات ينقطن الماي نقطة نقطة، واللحاف مغطي كل ذا الزرع. يا أمي الدنيا لقدام، واللي ما يمشي مع التقدم يتعب، وما حد ينتظر اللي تأخر. صدقتي يا بنتي، وانا معاش ما حد ينتظر حد، والدنيا تمشي كذاك بسرعه دهدي. قل لي يا ولدي، تو انت مو عندك نسيتها خطيفتك وامو؟ انساها، وكيف انساها يا امي؟ اصيله ما تتنسي يا امي، بس ناصر كان مشغول في المزرعه. معكم حق، والليله ان شاء الله بنصير نزورهم. لا 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 لا، نحن ما نروح نزورهم، بس نحن نروح نحدد معاهم موعد الزواج. اوه، اشوفك مستعجله يا امي.
أبى أشوفك متزوج يا ولدي وربي لك أولادك. هذا البني آدم سليمان ما أبغى أشوفه البرق. أفع عليك يا منصور، إيش هذا الكلام؟ الله يبارك فيك، سليمان مهما كان ولد بلدنا. ما قلنا شيء، بس هو يفكرنا فندق فاتحينه يجي يرتاح فيه. احنا جايين من نزوة نشتغل، ما فاتحينها ملجأ لواحد دوار مثله. يا منصور الرجال موعده يمر علينا اليوم، وعيب نصك الباب في وجهه. اي عيب يا اخوي سعود، يعني احنا بنكون احن عليه من ابوه. اما امرك عجيب، واحد من بلدنا ما لاقي شغل، بدل ما نساعده لو ارتده. هذا لو ما لاقي شغل، قول لي ايش ناقصه؟ مهندس، والدولة بحاجة لمثل تخصصه، بس هو ما باغي يشتغل. ضايع سدى عمرك سدى، زهرة شبابك للردى. ضايع سدى عمرك سدى، زهرة شبابك للردى. من غير آمال تطرق على أبواب الكسل. بسم الله. سليمان تفضل تفضل، ترى جيت في الوقت المناسب. عدس، ريحتكم عدس. الله 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 عليكم. يا سلام، هذا أعظم إنجاز سويته يا سليمان. نعم ساير، تعرف تميز ريحة العدس من بعيد ومن غير ما حد يقول لك. أنت نسيت إن أنا مهندس زراعي، وبعدين لولا العدس في التاريخ كان ثلثين الأمة العربية انقرضوا. عفوا، لولا العدس والتمر بعد سليمان. في أكيد التمر بعد. عدس وتمر؟ سليمان إيش اللي حصل لك أنت؟ أكيد مفلس. تفتكروا الإسكندر ذو القرنين ليش احتل العالم القديم؟ نعم، إيش قلت؟ أما عن نفسي أنا ما أعرف ليش، ولا حتى سمعت في نشرة الأخبار. يا سعود يا سعود، هذا الكلام من زمان، يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام. الإسكندر ذو القرنين؟ طبعا، ولا من تفتكره؟ يا جماعة تراكم دوختوني. خير إيش فيه؟ ما خطر على بالي سليمان مال الزراعة يلقي محاضر عن الإسكندر ذو القرنين. تداعيات، يسموها في الأدب تداعيات. العدس يا اخواني وصلنا الى الاسكندر المقدوني ذو القرنين. زين زين زين، قول لنا انت ليش احتل العالم القديم؟ المؤرخين الغربيين زوروا التاريخ، ادعوا ان احتل العالم تحت شعار توحيد امم الارض، لكن الحقيقه انه نهب الامم وودى خيراتهم لروما واستعبد الناس، وظل الرومان في العالم العربي حتى الفتح الاسلامي. هذا معروف في التاريخ يا جماعه. أوه، عقب هذا نهب الدنيا كلها. ومن الأشياء اللي لهفها صاحبنا الإسكندر ذو القرنين العدس. والعدس لحمة الفقير يا صاحبي. فعلا يا منصور معك حق، صحيح إنها متعة كبيرة لما الواحد يجرب حياة العدس. تعرف يا سليمان إن صرنا خايفين عليك. خايفين علي أنا؟ خايفين إنك فعلا تهبط إلى حياة العدس. أنا؟ لا 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 لا، لا مستحيل. نسيت أقول لك، مر علينا واحد من التجار أصحاب أبوك وكان يدور عليك، ويقول إنه معاه 200 ريال راسلهم أبوه عشانك. 200 ريال؟ هي نعم 200 ريال. وين راح؟ وليش ما خليتوه يرتاح عندكم؟ أنتوا عارفين إن أنا بجي عندكم هني. الرجال كان مستعجل. زين ما قالكم وين راح؟ والله ما ندري. كل يا منصور، كل يا سليمان. إيش أكل؟ كل عدس. أنا أكل من هذا؟ أكل عدس أساساً؟ هذا ما أكله إلا اللي الله غضبان عليه. أنا أحسن لي أروح أكل في فندق وخلي العدس حالكم. إيه يا عم، من قدك؟ معك 200 ريال؟ معك 200 ريال. يا جماعة هو ما قالكم وين راح بالضبط؟ أنت صدقت منصور يا سليمان؟ ها؟ إيش يعني؟ هذا كان يمزح معك. نعم
يمزح؟ يا رجال جالس يمزح معك وانت مرة صدقته؟ كيف؟ يعني ارتاح، لا جا تاجر ولا جا فقير. يعني ايش؟ يعني يا اخوي سليمان، لو كان ابوك باغي يعطيك فلوس كان بنفسه جا وعطاك اياهم. افهمها يا اخوي سليمان، افهمها. فهمت، انت عندكم حق. يا حبيبي يا عدس، انت اللي حافظت على ثلثين الامه العربيه من الانقراض. سامحني يا عدس، عن تكون زعلت مني؟ لا 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 لا، انا 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 اسف، انا اسف يا عدس. نعم اسف. مشكور يا عدس، مشكور. صدق صدقني ان طعمك احلى من العسل. المزرعة يا عمي عبد الله، والحمد لله رب العالمين، ماشي على أحسن ما يكون. الله يوفقك يا ولدي. أمين إن شاء الله. بس يا عمي عبد الله، إن شاء الله أنا بعد ما أقضي المحصول كل أرباعة من المزرعة أحب أني أستقر وأتزوج. وإيش اللي يمنعك من الزواج يا ولدي؟ لا أبداً ما في مانع، لكن بس بغيت أشاورك في الوقت المناسب. أنا من رأيي يا ولدي أنه يكون الزواج في عطلة المدارس. أحسن يا الوالد، لأن في هذاك الوقت ما يكون عندي مدرسة. وتكون أنت بعت محصولك وجهزت نفسك على راحتك. خلاص يا عمي، الرأي رأيك والشور شورك، وإن شاء الله يجي هذاك اليوم اللي نشوف فيه راشد البطل معرس إن شاء الله. أنت مبروك عليك أصيلة، لكن أنا أريد أتعلم وأكبر وأشتغل بالأول. الله يا راشد، تعجبني ودائما تعجبني يا راشد البطل، وهذا هو الرأي الزين وكلام الإنسان العاقل. خير عمي، أشوفك ساكت، ولا أنك مستغرب من رجاحة عقل راشد ما شاء الله؟ والله يا ولدي أنا حاط أملي بالله وفي ولدي راشد، ولما فاتحتني بالزواج ذكرت ولدي سليمان. سليمان ضيع نفسه ومستقبله. والله يا زيانة يا بنتي، كنت أتمنى أن سليمان يخبش، لكن إيش أسوي؟ ما باليد حيلة. هي يا أختي يا شيخة، كل واحد ياخذ نصيبه في الدنيا. يا أختي يا رحمة، سليمان محيرنا وأبوه ما راضي عنه. الله يهديه يا خالتي. زين هو ليش ما يفكر يعمل لنفسه مزرعة؟ أها يا أختي، أتناصحي من وتهادي من وتكلمي من؟ هذا لا عاد بنا العقب ولا الصيام في رقب، هذا وين باغي يتفوشر متفخم. الله يهدي، بس الله يهديه. الصدق يا أختي شيخة، يوم الأيام ولدي ناصر اتصل به، قال له وين باغي يسأله عن أمور المزرعة ويساعده، لكن صدقي ما فاد البر في أي شيء. الدنيا دوارة يا خالتي، ومصيره في يوم بيرجع، واللي يلعب في الدنيا ما ترحمه أبدا. وأتمنى من الله إن سليمان يرجع لنفسه ويرجع لنا مهندس زراعي صحيح. إنزين تقولي لي ما أشوفه هنا، هو وين رايح؟ والله علمي علمش يا أختي يا رحمة، ما أعرفه وين راح. سليمان في مسقط يا خالتي. وإيش يسوي في مسقط؟ يا ناصر يا ولدي، أنت اليوم أصبحت واحد منا وفينا وما غريب عنا، وسليمان جالس يدور من مكان لمكان، لا شغله ولا مشغله، عمال بطال، ما كأنه هذا الولد فاهم ومتعلم. ما أدري يا عمي، ما أدري سليمان متى يتخلى عن هذا الغرور والتكبر اللي تارس راسه، اللي مخلنا حتى ناسي حقيقة نفسه. عسل عسل إن شاء الله يرجع لصوابه. ما أدري يا عمي، يمكن سليمان يعني ما يبغى يتوظف لأنه ما يحب حد يتأمر عليه. والله ما أعرف يا ولدي، لكن احنا الحين طالما صرنا حالنا واحد، فأنا يا عمي زرعت جزء من الأرض اللي عندي، وأتوقع إن شاء الله إنها تجيب محصول جيد ودخل ممتاز. وأبغى أقول لك كلمة، وأبغاك بعد تسامحني في هذه الكلمة اللي بقولها، إن أنا إن شاء الله ناوي أتزوج من محصول موسم واحد إن شاء الله. مسموح يا ولدي، مسموح. كلامك هذا حق، والتجارة
الله يبارك فيه. يا ريت بس اليمان يعقل ويستخدم عقله بس شوية ويحط يدي في يده ونتعاون ونشتغل في هذه المزرعة. كان يا عم يسوي لنا مزرعة ما حد سوى مثلها في البلاد. اي نعم، مزرعة ماشي مثلها في البلاد، هو بعلمه وانا بجدي وجهدي وخبرتي. انت يا ناصر، انت اللي تفكر كذا؟ لا لا يمكن. إذا كان ولدي أنا سليمان فعل مثل هذه الفعلة، والله العظيم ما بيحصل طيب وأنا أبوه. يا عمي عبد الله هدي الله يهديك، بس يا جماعة الخير المسائل ما تنحل بهذه العصبية. معقولة؟ معقولة ولدي أنا سليمان يتآمر على تدمير ناصر في العرس؟ أما من الناحية المعقولية فهذه المسألة فعلا معقولة، بس يا عبد الله احنا اتفقنا أن هذه الأمور تكون بيني حتى نتأكد. والسبب؟ السبب ايش اللي يخلي سليمان يسوي مثل هذه الفعلة؟ انا بقول لك السبب يا عم عبد الله، بس عاد اريدك انك تجدد وعدك لنا انك ما تقول سليمان على اللي حصل. تفضل. اسمح لي يا عم عبد الله اني اقول لك ان من مصلحة سليمان انه يسوي كذا حتى يمنع زواج ناصر من اساس. عقب كذاك السالفة. أحسنت يا ولدي، ما قصرت، فيك الخير. شفت يا عمي عبد الله مبارك صديقي ايش سوى؟ عمل مشروع زراعي وتوفق فيه. أنا ما أعرف ايش اللي يخلي سليمان ما ينجح في حياته مثل باقي زملائه. والله يا ولدي سليمان عقله ما في رأسه، مع أن كل زملائه اللي كانوا معاه في الجامعة أكدوا لي أنه كان من الطلاب الممتازين. الله يهديه الله يهديه. اطمني يا أصيلة يا بنتي، إن شاء الله إن شاء الله قبل الزواج بخلي ناصر يصلح البيت زين زين. البيت زين بأهله يا خالتي. أحسنتي أحسنتي يا بنتي. قولي إن شاء الله يا أختي يا رحمة. إن شاء الله. قولين إن شاء الله يا بنيات. إن شاء الله يا خالتي. إن شاء الله إن شاء الله بخطب لسليمان وبيتوفق وبيكون زواجه وزواج ناصر في نفس اليوم. قولين إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقه. ما وبنت الحلال قدام عيني. ما الله يهديش. خير يا بنتي يا أصيلة؟ قولي إن شاء الله يا الوالدة سليمان يتوفق ويحصل شغل، وسالفة الزواج هذه لاحقين عليها. فاطمة، أهم تتوقع أنت ما تجيب سيرة بنات الناس؟ إيه قلت لك أنا واحد كمان كنت لا فيه خير ولا منه فايدة. ليش؟ ليش يا أمي ليش؟ ليش بعيد الشر ما فيه خير ولا فايدة؟ ليش؟ المشكلة الحظ، مشكلة الوحيد الحظ. صدقين الحظ لا مساعدني ولا مساعدني. أنا لو معاي حظ كان ولدك هذا اللي تشوفينه بيطلع آلاف ويسوى من مثايل ألف. بس ولا كلمة أنا تزيدني أنا الخلقة زايدة. إيه بس نكفيني عاد. اللي كماك الحمد لله فاتحين بيوت نعم وعندهم مسؤولية ومتزوجين وصرفوا على أهاليهم. ما كماك أنت ما تنفع بشي البر ما حال شي. إيش أقول خليني ساكتة بس. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا خبريني قولي من أكثر فالح، أنا ولا بدر؟ من قتلي من؟ يا ود الحلال ما لنا النظر استوى قليل نوب السماء استوى ثقيل. قتلي بدر أسميك عاد ما شابهت بعمرك حد يوم إلا بدر. بدر عاد يا أبوي بدر لمن كماك وشرواك ما عنثرة شي البر. شهير الله بالله ما أنا أصلاً بدر هذه ودرته اكتشفت على حقيقتك، اكتشفت إن لعاب وطايش بعد. نعم طايش صار هو من درب وأنا من درب. أنت اكتشفت أن بدر لعاب وطايش. مع الأسف يا خليفة مع الأسف.
مع الأسف يا والدي اكتشافك جاء متأخر، ما منه فايدة عاد الحين خلاص. وبعدين انت يوم تبغاني ما تلبك بحد، أما تلبك بناصر، ناصر رجال العاقل اللي الله يبارك خطبه عن قريب إن شاء الله بيتزوج. نعم ما بدير بدر، وين بدر دوكم ناصر اللي مزرعته هين طولها وعرضها وما حد ما يتكلم عنها في سماير غير يوصفها وصف ما اللي قاب حال أم الأمراض و... اللهم يكفك يا لسان، الله يلعنك اللي اسم الأم بعيد وزيد. ما يهمك، ما يهمك إن شاء الله كل شيء بيتصلح، بس أنت لا تسألي نفسك، لا تسألي نفسك، كل شيء بيتصلح. سمعي يا ناس الله بيتصلح أو بيتصلح، من هين جاي يتصلح؟ يا ولدي يا خليفة، يا ولدي أنا عاد خلاص تعبانة وأشوف الموت في عيني في كل لحظة، وأنت تقول لي بيتصلح. إيش بيدي أسوي ما؟ إيش بيدي أسوي؟ قولي لي ايش بيدي اسوي؟ بروحي متضايق وتعبان وحالتي حاله. ما خليت حد وما طلبت يقرضني فلوس. انا مستغرب هالايام الناس صايرين بخلا وماسكين البيس المسك. وعرام عاد الرهو على الناس يا خليفه، ونوب الناس بيستهم ما طايحه في الارض عسى بنت تجي وتلقطها وتلعب فيها. هي نعم يا خليفة يا ولدي، اسمع كلامي، ما أقدر أعيد وزيد، اسمع كلامي ودور لك على شغلة نترزق منها نوكل منها. بنموت جوع، نعم بنموت جوع، البيت ناقصت لنا أغراض يصفر عاد، ما في شيء، البر ما في شيء، من هنا أجيب من هنا؟ ولا تبغاني أسير أدق بيبان الأوادم وأمد يديني على آخرة عمري عشان أجيب لك لقمة تأكلها؟ خير ان شاء الله. انا خليفه يا عم محمود، خليفه. خليفه خير يا ولدي خير؟ ما اشتى ولا شيء لا سمح الله؟ لا امي بخير الحمد لله، ما فيها شيء. عجب ايش جاب لك تو نص الليل؟ عم محمود انا ما حد باقي لي غيرك انت، واريدك تقرضني كمين ريال الين ما يفرجها الله علي. سمعني يا خليفه، أنا ما أقول لك مثل ما يقول لك غيري ما عندي وما عندي، لا والله أنا معي فلوس ومعي لكن ما أعطيك ولا فلس حمر لأنك ما تستحق، أنت خسارة فيك الفلس. هاي نعم، واللي يعمل معك المعروف ومع اللي مثلك يروح في الهواء. يلا قوم اشتغل من قدام الباب، وما أبغى أشوفك مرة ثانية هنا، خلينا ننام. هذا التواكل يا بشر ضيعوا دمر صاحبه مثل عضال المنتشر، ولا الأمان الخايبة. أمرك مضاد من يدك فضلت تمشي بلا خطى، والكد لازم يسعدك دوم العطا يقلب عطا، والحكمة قالت من زمان أمرك يضيع في يد غيرك، هذا اللي صاير ذا الزمان، ما في أحد يصن خيرك. هذا التواكل يا بشر ضيعوا دمر صاحبه. خليفة خليفة خليفة
خليفة ما أعرف إيش أقول لك. تفضل هذه العشرة ريالات وما أبغاك ترد لي إياها. حسنت يا ناصر حسنت، لكن أحب نصحك يا خليفة، وبعدين أنت حر يا أخوي. لو أنك بهذه العشرة ريالات رحت وصرفتن في شيء ما منه فايدة، أكيد بترد محتاج، بترد تطلب مني وبتطلب من غيري، ووقتها ما حد بينفعك أبدا، صدقني. لكنك يا خليفة لو بهذه العشرة ريالات رحت وركبت الباص ودورت على شغل يناسبك، بتكون أمنت على مستقبلك، وفرت على نفسك العناء والعذاب اللي يحس الإنسان لما يمد يده يطلب يديا من هذا ويديا من هذاك. يا أخوي خليفة، أنت إنسان متعلم وفاهم الحياة زين وقاري، أقرأ الجرايد، كل يوم تنزل إعلانات يطلبوا فيها ناس للأعمال والأشغال، والشغل صدقني ما بيجيك لين مكانك، الشغل يبغى اللي يدوره، والدنيا ما تخلى من الأعمال. خليفة وينك يا ولدي؟ أنا قمت من النوم أدور عليك ما لقيتك. هنزل كنت أدور شغل. دور شغل؟ واحد يدور شغل نص الليل يا خليفة؟ اللي محتاج ما يجي نوم يا أمي، ما يجي نوم. يا حبة عيوني تعال، يا حبة عيوني تعال. ها؟ خير يا سيف؟ إيش تبغى مني؟ لقيت لك شغل يا بدر. لقيت لي شغل؟ وين إن شاء الله؟ في مزرعة. مزرعة يا سيف، مزرعة. أنا قلت لك أبغى أشتغل في الأعمال العقارية، ما في مزرعة. لا لا لا، الأعمال العقارية صعبة عليك، صعبة. أنا أساساً رجل المهمات الصعبة. المكتب العقاري إيش يبغى إلا واحد يحب الصعاب مثلي. أنت الحين الله يهديك، بس خلينا نتكلم في الشغل. زين أي مزرعة هذه يا سيف؟ أنا ما مال مزارع، أنا عمري ما طلعت نخلة ولا مسيت صرمة. انت الحين خلينا نتكلم في الشغل، في البزنس، بدون لف ودوران. بزنس؟ انت قصدك الشغل يعني شغل؟ ايوه الشغل اللي في بالك. على كل حال انا قلت لك في البداية اني رجل المهمات الصعبة، ويلا نشوف شغلك وتفضل. كفو عليك يا بدر. يا بدر في واحد بيني وبينه عداوة قديمة، مشاكل لا أطيق ولا يطيقني، وأبغاك تصفته زين. سيف قول كل اللي عندك واعتبر سرك في بير وما يهمك. أنت بتقول لي يا بدر؟ أنا عارفك زين. المهم يا صاحبي أبغاك تجيب خشمة في الأرض. بس اعتبر خشمة في الأرض واسولك لها ونخل. لا 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 يا بدر، ما بهذه الطريقة. وبصراحة إذا أنت تشوف نفسك ما قادر كان قول لي. نعم أفا، أنا ولد الشايب ما قادر؟ هكي بنت بعلك ما تعرفني زين. نعم ما تعرف بدر بعلك، ما تعرف بدر زين. إذا كنت أنا ما أعرف بدر، اثبت لي أنك قادر على هذا الشغل. أنا أقول أحسن نرجع لموضوعنا. بدر كم تبغى ندفع لك؟ لا ما كذا حد يا سيف، أنا لازم أعرف أول إيش طبيعة مهمتي. أنا باغي أرسلك عند مبارك. مبارك؟ تا
تعرفه؟ نوفا ما عرفه؟ عرفه زين. ايش هناك؟ يقول عوين مبارك هذا عنده مزرعة علمية وكل شيء فيها بالكمبيوتر. أبغاك تسير المزرعة وتحطم كل شيء وتحطم لك كل أحلام اللي بناها. زين يا سيف، وإيش المطلوب الحقيقي مني؟ اسمع يا بدر، أبغاك تفتح عيونك زين وتفتح ذنينك زين وتسمعني. قول يا سيف قول. شوف يا بدر. سمعت الأخ مبارك، أنا مستعد إني أورد لكم الغنم دائما في العصا. زين إن شاء الله. بس عاد أنتوا هلا هلا في الغوازي. إن شاء الله. موجودة فلوس. فلوس موجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، في شيء؟ الأخ مبارك. نعم. حرصوا لسوق السمك. إن شاء الله. وتوبقيكم أنا. إن شاء الله. زين؟ إن شاء الله. هو الكلام ها؟ والغواز ما مشكلة. يلا يلا. خير عن عبد الله. شوف وجهك تغير لما شفتني. قولي الأول، كيف حال صحة الوالدة؟ إن شاء الله بخير. الوالدة بخير الحمد لله تمام. تعال تعال هني بنوقف تعال. خير عم. أنت بعدك جالس الدور يا خليفة. إيش أسوي يا عبد الله؟ الدنيا ما بغي ترضى عني. هذه كل السالفة. وانت جالس كذي عمال بطال الين اجي موعد سداد الرهن، تبغى حليس يجيك ويطلعك من بيتك ويرميك انت وامك في الشارع؟ لا 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 طبعا. لا لا طبعا، بكره بيضربوا بك المثل في السمائل وكل واحد بيتكلم وبيقول وبيطنس وبيقول هذا اللي رهن بيته وضيع فلوسه ولعب فيهن. أنا جالس أدور على شغل يا عم عبد الله. دوارتك مثل دوارة سليمان ما منها فايدة. طيب يا عمي شور علي يقول لي إيش أسوي؟ أظني تذكر يوم جيتك العرصة وعطيتك الفرصة ورأس المال، فكرت إنك بتصير آدمي وبتشتغل على عمرك، لكن أنت تضرب اليد اللي امتدت إليك يا خليفة. أنا غلطت يا عم عبد الله، أنا غير عن أول يا عمي صدقني. لا أنت ولا سليمان ما أصدق أي واحد فيكم. وإيش في سليمان؟ قل لي بصراحة يا خليفة وأنا بعطيك اللي تبغاه. ها؟ إيش اللي بينك وبين سليمان؟ إحنا لا 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 سليمان ما في شيء صدقني ما في شيء. وبعدين بعدين سليمان أخ وصديق عزيز وغالي يعني. تعال حمي عبد الله، على فكرة أنا ما شفته من زمان، هو إيش أخباره؟ قل لي يا خليفة كيف خسر ناصر كل بضاعته في العرصة هذه المرة؟ ها؟ متى؟ لا تسوي عمرك غبي يا خليفة، أنت كنت موجود وزابنت معهم. الله يسامحك يا عبد الله، الله يسامحك. صدقني يا عمي أنا ما أعرف عن شيء غير اللي صار قدامي. اسمع يا خليفة، ترى هذه السوالف والنصب والاحتيال جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ما كنت تعرف أعرفك. أفع عليك يا عمي، أنت الخير والبركة. شوف يا خليفة، السالفة اللي حصلت لناصر في العرصة عقوبتها السجن والغرامة، لكن اللي يجي ويعترف يتحول إلى شاهد على طول، والقانون بينظر نظرة عطف. أنت إيش تقول عمي عبد الله؟ أنا إيش يخصني؟ إيش يخصك؟ قول يا خليفة قول. اطمن، اللي بتخبرني عنه ما حد بيعرف عنه شيء. أنا ما أعرف شيء. راحت عليك يا خليفة. راحت عليك وخسرت طول عمرك.
انت ما تقول ايش تريد مني بالضبط؟ ابو يا اخي اذبحني، اذبحني، انا بصراحة ما ناقصك. ابو راحت عليك الوظيفة يا خليفة. وظيفة؟ اي نعم. واي وظيفة ان شاء الله؟ ابو اي وظيفة؟ شوف شوف قدامك، شوف ايش هذا بعد؟ من هذا؟ خراد؟ لا، صراف متحرك، شاب من سنك ومن نفس البلد، ما كمرافي مشلل اللي مساكين غوازي ولا بقالي ولا بيسه. تعال، راحت عليك، راحت عليك. ايش راح علي يا خلفان؟ راحت عني وظيفة المدير، يعني اذا راحت عني شغلة الخراد يا خلفان. شغلة الخراد احسن من التسكع يا خليفة. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك تعال اشتغل هنا خراد معنا في العرصة، لكن انت ما تصطخ. الله يهديك، بس الله يهديك يا خلفان، يا حبيبي يا عزيزي. هذه الشغلة تسميها شغلة؟ إلا عليك تسميها شغلة. يا خليفة، يا خليفة لا تستهين بشغلة الخراد هذه. يا خليفة هذا الخراد اللي قدامك لو أنا حطيته فوق السطح ودفرته وطاح على الأرض أكيد مخبايرن. لا، لكن أنت لو حطيتك أنا فوق السطح ودفرتك وطحت على الأرض تقدر تقول لي مخباك مو يسوي؟ ما أكيد مايرن. تعرف حمو؟ حمو، لأنه هو جيبه تارس خردة، لكن أنت جيبك ولا بيسة فيه، ماشي خردة، لأنك عندك تشكع. علشان أثبت لك كلامي هذا يا خليفة خليني أجيبك أنت وأجيبه هو، وأطلع أنت اللي في مخباك ويطلع هو اللي في مخباك، وأتشوف من فيكم إلا مخبايرن، أما الخردة ولا التشكع. يا خسارة، يا خسارة يا خليفة. قاسم، قاسم انت، انا ادور عليك يا اخي. ايش تبغى انت؟ ايش تبغى؟ انا ما قلت لك ما ابغى اشوفك مره ثانيه. ما تسمع الكلام؟ لا بس انا بصراحه باقي 20 ريال يعني. نعم 20 ريال؟ كيف انا ابوك ولا امك حتى اعطيك 20 ريال؟ قاسم، قاسم احترم نفسك ولا تذكر امي وابوي مره ثانيه، فهمت؟ وبعدين اذا ما اعطيتني تراني بتكلم. تتكلم؟ اي نعم بتكلم، بتكلم وبقول كل شيء بعد. وانت تعرف ايش بيكون مصيرك؟ السجن يا حبيبي. قبح الله صورتك، ما كنا واقفين قدام الناس كم ضربتك كف طيحت روسك الارض. اعوذ بالله منك يا خليفه. احنا اصحاب وحبايب يا لاعب العرصه يا قاسم، انت نسيت ولا كيف؟ بعدين يا اخي عيب، عيب هالكلام هذا، عيب. انا ما نسيته، بس انا ما اعرفك البر. حول ولا قوه الا يا خليفه. أفا. يا خليفه واقفين قدام الناس، اوزن نفسك شويه. افا افا عليك يا قاسم، افا. تستغلى عن خليفه 20 ريال؟ اسمعني زين يا خليفه، اسمعني زين. إذا سمعتك مرة ثانية تتكلم مثل هذا الكلام، والله والله إني أضربك ضرب هذه الخيزران، وبأخلي الذباب يشرب من دمك. أتعب وأشقى وبيقف نهاية واحد مثلك يدمر كل شيء. لا لا، وستين لا. انتبه زين يا خليفة، تراني قاسم. أكلنا شيء قاسم، وعلى عيني وعلى راسي. لكن هذا أنا ما طلبت كثير، أمهم وأبوهم 20 ريال بس. ما مشكلة، بعطيك 20 ريال هذه المرة، وبتكون آخر مرة بعطيك فيها فلوس. ولعلمك ما خوفا منك، لا، لأنك لو تكلمت أو نطقت بكلمة
بيكون مصيرنا واحد واحد يا دلال. ايش اخبارك يا منيرة؟ الاخبار عندك انت يا اصيلة؟ بعدش زعلانة؟ لا، وليش ازعل؟ يا منيرة، لو ما كنتي عزيزة وغالية علي كان ما اخترتك عروس لاخوي. وهذا هو الخلاف اللي بيني وبينك يا اصيلة. ولو كنت عزيزة عليك مثل ما بتقولي ما بتكلميني عن واحد صايع حتى لو كان اخوك. يا منيرة، ما في وحدة تكره اخوها. ايوه، بس ما مطلوب من صديقاتك انهن يشعرن مع سليمان بنفس شعورك. على كل حال، ايش هي اخبار اخوك؟ والله منيرة ما يخفى عليش، سليمان مضيع نفسه وعايش في اوهام. وكنت بتتوهمي ان المرأة هي اللي بتصنع الرجل؟ هيوة، وما زلت مقتنعة بهذا الرأي لليوم. يا اصيلة، المرأة الوحيدة اللي بتصنع الرجل هي الام، الام اللي تربيه. اما الزوجة، الزوجة شي ثاني. البنت لما بتتزوج واحد ما بإمكانها تعيد صياغته. الرجل ما فضة ولا ذهب اللي ينصهر وينحط في قالب جديد. يا منيرة، الزوجة لو عامل زوجها بنفس حرص الأم على ولدها كانت بدون شك تقدر تعيد صياغته. لا لا، ما شاء الله يا عمي، ما شاء الله، شو هذا؟ وجهك منور في هذه الأيام، أكيد هالسكر راح عنك. ها؟ يا ولدي، السكري ما يخوف أحد، وخصوصا إذا تغير بتعليمات الطبيب. أكيد. وأنا مثلا ما أطاوع نفسي في الأشياء اللي تضرني. وبيني وبينك يا ولدي يا خالد، أنا هالأيام مرتاح في البيت، ما في شيء زعلني أبدا. إنزين يا عمي، قول لي، ها، وإيش أخبار خالتي نصرة؟ إيش أقول لك يا ولدي يا خالد، خالتك نصرة صارت من ذهب يا ولدي. صراحة أنا مرات ما أصدق نفسي لأنها صارت طيبة أكثر من اللزوم. من يوم ما عدتها يا ولدي يا خالد بأنك بتزوجني، ماشي الحرمة غيرت حساباتها. لأن الحرمة إذا حست أن حياتها مهددة بهذا الشيء بتكف شرها بسرعة وبتتراجع. الله يهديك يا عمي، بس أنت اللي ما كنت حازم من الأول. وهذا كان غلط مني يا ولدي. الرجل مفروض منه ما يودر زمام البيت من إيده، ولا بتصير حياته كلها غلط في غلط. الحرمة يا عمي لها احترامها ولها واجباتها، لكن أصول الدنيا إنها ما تجاوز حدود الناس وتصير قطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك نصرة؟ إيش أخبارك؟ الله يسلمك. إيش أخباركم أنتو؟ بنت الحلال، ما تجي تزورينا؟ قلت عاد أنا أجي أزوركم. فيش الخير يا نصرة، فيش الخير يا أختي. تفضلي تفضلي. صدقي يا مريم، إني مقصرة بحقش في حق خالد واجب. لا 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 لا، عاد ما تقولي هذا الكلام يا نصرة، ماشي بيننا قصور. تفضلي تفضلي حبيبتي، بيت بيت. كيف حالكم؟ الحمد لله. ايش اخباركم؟ وانتو كيف حالكم؟ الحمد لله. وخالد كيف حاله؟ الله يسلمش، كلهم زينين. انتو هين يا بنت الحلال؟ والله هذا في هالدنيا عايشين تراها، الاولاد وشغل البيت ماخذين كل وقت. معاش معاش يا بنت الحلال. وعاد انا قلت اجي اليوم، ما هجاني. انا خلصت هذه الكميه اللي في ديني، قلت عاد اجيبها لخالد، خيطتها وحدي. ها، كمة حال خالد وحال ممتع بنفسش يا بنت الحلال؟ لا تعب ولا شيء. انت تفتكري ان خالد رخيص علي؟ لا والله، خالد عزيز وغالي ومثل ولدي. بارك الله فيش يا نصرة، بارك الله فيش يا اختي. بس انا ندمانة، والله العظيم اني ندمانة على اللي صار، ندمانة والله واجد. يا نصرة يا بنت الحلال، اللي راح راح، تو احنا اليوم بنات اليوم وما شف بيننا شيء. هي انت تبغيني ما اتكلم عن اللي صار، لكن انا ما نام الليل، ما نام الليل ابدا. ما تنام الليل ليش؟ بعيد الشر. كل ما يجي على بالي اني كيف عاملتكم هذيك المعاملة القاسية، فؤادي يقطعني وضميري يأنبني. لا تقولي هذا الكلام يا نصرة، لا تقولي هذا الكلام. صدقيني يا نصرة، صدقيني ان انا وخالد ما شالين في قلبنا عليك شيء، وربنا المسامح يا نصرة. أعرف أعرف يا مريم، لكن أنا اللي كنت قاسية عليكم، أنا اللي كان كيدي عظيم اتجاهكم. اليوم بس اليوم عرفت إن اللي يشيل حقد وشر في قلبه اتجاه حد ما ينام لا ليلة ولا نهاره.
سامحيني سامحيني يا مريم سامحيني. الله يسامحك الله يسامحك يا نصرة، الدنيا وآخرة يا بنت الحلال. اللي راح راح، أنا يكفيني إني اليوم أشوف خالد وعمه مع بعض، وأنا وإنتي رجعنا أخوات. ألو نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي نعم موجود. لحظة 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 واحدة. مهندس مبارك، مهندس مبارك. أيوة أيوة. تليفون لك، تعال بسرعة. تو جاي تو جاي، لحظة واحدة بفضلك. تفضل. ألو. أهلا أهلا سيف. ها إيش علومك؟ أحب أبارك لك أن الخطة نجحت يا مبارك. تمام تمام، بس كيف فهمته؟ اتفهمت مع بدر أني باغي أحطمك. جميل جميل. أها وبعدين؟ وبكرة بيجي عندك سرور. لحظة لحظة أحمد. نعم. لو سمحت خلي اللي في إيدك وروح مكاني شوية. إن شاء الله تو رايح. أيوة سيف تفضل كمل. كيف حد عندك؟ لا لا ما في حد الحين، أنا خذيت راحتي. زين وفهمت إيش يسوي بالضبط؟ فهمته أن بيني وبينك عداوة قديمة وباغي أنتقم منه، وإذا نفذ الخطة بعطيه 500 ريال. تمام تمام. والحين يا مبارك الكرة صارت في ملعبك. بسيطة. اعتبر بدر طاح في الفخ. خليفة لو انت هين كنت. وين كنت بعد في هذه الدنيا الواسعة؟ خير تبغل. بسألك انت ما تتعب ولا تشبع من الدوارة؟ ما ترى أنا ما ناقص، خليني واحدة. الله يخليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين أجيب لك أكل تاكل؟ لا ما أشتهي. زين يوم تشتهي عقب خبرني. زين إن شاء الله. امرأة ثرية توصي بمليوني دولار للعناية بالقطط. ما شاء الله ما شاء الله، يعني والله في هالزمن هذا الواحد فعلا يتمنى يكون سنور عشان يحصل عناية ورعاية. ايش هالزمن هذا؟ نهمني يا ولدي ولا لا يتهادالي؟ ها؟ لا يتهادالي يتهادالي. زين عقل. ما؟ أوما؟ هاي هاي هاي. ما؟ نعم خير. أجيب لك أكل؟ لا لا فول ما. لا. أنا بغيب عن البيت يوم ولا يومين. غيب حين تبى تغيب. لكن فلوس ما عندي، وأرجوك ما تضغط علي، تراني عاد ما أتحمل تعبانة. ومن قال لك إني باغي فلوس؟ أنا لا باغي فلوس ولا شيء. أنا أصلاً باغي أعطيك فلوس. أنا عندي 30 ريال. اخذي انت 20
اشتري اغراض البيت والعشره المحتاج لهم. خليفه، انا لا حيدك تشتغل ولا هم يحزنون. اذا هذيل الفلوس فيهم حرام فذنبي على قبضك. لا تخليني اواجه ربي وانا ماكله حرام. على كيفك خليفة. رجعت الفلوس يا خليفة؟ يعني ظني كان صحيح؟ فلوس حرام، فلوس حرام يا خليفة. أبي آخر التعال، أنا أكل فلوس حرام. أنا أكل فلوس حرام. الله يهديك بس، الله يهديك بس ويطول عمرك. ومن قال لك ان فلوس حرام؟ من اللي خبرك ان فلوس حرام؟ لك يا نبي. يا ولدي، يا ولدي، اخاف تكون البهنة في حلوق الناس ويقولوا هذا اللي كان السبب في موت امه. طبعا يا اخ بدر، لما نصير تعرف زين في تشغيل الاجهزه ومراقبتها بتصير مثلك مثل الخبير، وبيكون لك راتب شهري ممتاز. ايوه يا اخوي مبارك، بس وين الاجهزه هذه؟ تفضل تفضل، روح شوف. تفضل تفضل. اشتريت امس اعلان في الجريده انكم طالبين شباب عماريين يشتغلوا في الفندق. اي نعم، تفضل تشوف مدير شؤون الموظفين عندك. وين يصوب؟ اخر مكتب على يدك يا ميل. اوكي شكرا. تفضل. شوف يا خليفه. تفضل. اول 3 اشهر تعتبر فتره تدريب وتجربه من خلال العمل. نعم. وبعدين المهنه المباشر هذه ما مهنه بسيطه مثل ما يحسبونها بعض الناس. هذه مهنة يحتاج لها إلى مهارة وتدريب مثل أي مهنة أخرى. صحيح. وإذا أثبت كفاءتك خلال 3 أشهر بتتعين في الفندق بشكل رسمي. وعلى كل حال في معنى في الفندق قسم مختص يقوم بعمل دورات تدريبية للموظفين الجدد والقدامى، كل حسب اختصاصه. نعم. وذلك لإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه علوم إدارة الفندقة في العالم. طيب الشخص اللي حصل على دورة إيش يستفيد في الواقع المهني؟ أول شيء بيحصل على ترقية كبيرة وممكن يتحول إلى مسؤول في الفندق، وطبعا راتبه يزيد كل ما أثبت وجوده. بمناسبة الحديث عن الراتب، عفوا أستاذة، بسأل يعني إيش طبيعة الراتب مثل هالوظيفة؟ امتعد بالطلب والراتب بيكون زين إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أحمد. مبارك. أشوفكم بند الأجهزة. لا والله عندي بس شوية مشكلة، أنا في جهاز التبريد وإن شاء الله بنغلب عليها. أحمد مالك؟ أنت تعرف هذا الشاب؟ تقصد بدر؟ أيوة بدر. أي أعرفه زين، بس أنا لاحظت عليه حركات غريبة.
كانت غريبة. كيف يعني؟ قلبه ما على الشغل. وما يخفى عليك يا صديقي العزيز، يديه تشتغل وعينه دائما على غرفة المراقبة. سعد سعد إن شاء الله. هذا البدر يا أحمد جاي عندنا علشان يخرب علينا كل شيء. إيش؟ اسمعني يا أحمد، أنا جاي بنا هنا علشان هذا الغرض، وأبغاك تراقبه زين ولا تخليه ينفرد عند الأجهزة بنفسه إلا لما أقول لك. أرجوك فهمني السالفة يا بنتي يا أصيلة. لا تسأليني عن سالفة سليمان ولا عن غيره. سليمان صاير مثل الشوكة في حلقي. آخ يا بنتي آخ. الوالد، أنا حاسة إن في هناك سر وأنت تحاول تخفيه عني، بس صدقني أنا رايحة أكون عند حسن ظنك، بس تقول لي إيش هو هذا السر؟ يا بنتي أصيلة، أنا ما باغي أفسد بيني وبين أخوش، ولا باغي أسرع البغضاء بينكم. صدقني يا الوالد، أنا ما بيني وبين أخوي سليمان إلا كل خير. أنت قلبش دائما طيب يا بنتي يا أصيلة، لكن أخوش سليمان ما أقول غير الله يهدي. ايش رايك؟ انا اتوقع ان الليله بيعمل عملته. طبعا ما ممكن بنعطيه مجال، لان المزرعه هذه كل شيء بالنسبه لنا يا مبارك. لا نحن بنعطيه مجال بس ما بنخليه ينفذ. المهم انا الحين رايح. وين تروح؟ البيت؟ لا 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 لا، انا بروح بيت المزرعه. انت يا احمد لا تخلي المكاين ابدا. انا وبعدني والله، وقرب عدال الماكينات لا اراوي الويل. احسنت احسنت يا احمد، شدوا حيلكم يا شباب، ربنا يساعدكم إن شاء الله. بعد ربع ساعة تقدروا تروحوا. أخ بدر، بكرة الصباح تعال بدري. ها طبعاً أستاذ مبارك، أنا ما شغلة أخر. أحسنت أحسنت يا بدر أحسنت، أحييدك رجال. يلا أخ مالي. حياك الله. خلينا صريحين، إذا أنت تبغى تسكن معانا على طول إحنا ما عندنا مانع، بس أنت عارف البيت اللي إحنا ساكنينه بيت إيجار، وإذا تبغى تسكن معانا حياك الله. والله بصراحة يا جماعة أنا ارتحت هني كثير، وبعدين زين إن الواحد يجرب حياة العزوبية وحياة الفوضى شوي. حلو، بس هذه الحياة يا سليمان ما ببلاش، أنت لازم تدفع. أدفع؟ أدفع إيش؟ يعني سهم معنا بالإيجار مثلنا. إيش هذا الكلام يا رسول؟ سليمان مهما كان ضيف عندنا. الضيف يوم يومين ثلاثة، ما كل يوم. وسليمان ظهر عليه مقيم. أنا ما كنت عارف إني بكون ثقيل عليكم. يا حي الله بسليمان، يا مرحبا يا مرحبا بسليمان. يا أخوي سعود، إذا تعتبر سليمان ضيف عندك ادفع عنك وعنه. أنا قصدي إحنا أولاد بلد. ما قلنا شيء، بس الأصول أصول. ما يحتاج كلام زايد يا أخ منصور، أنا الحين برجع لازمة. أنا عارف إنه ما معك فلوس تركب الباص. هذه 3 ريال توديك نزوة. ما يحتاج،
ما يحتاج يا أخ منصور، أنا أعرف أدبر نفسي. على كيفك. تفضل. ضايع سدى عمرك سدى زهرة شبابك. على كل حال مشكورين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صدق الله العظيم. تكلم يا بدر. تكلم.
أنا كنت جاي أتأكد إذا أنت كنت صاحي ولا نايم. أنا صاحي يا بدر، صاحي. مكتوب في القرآن إن الله لا يحب المفسدين. أكيد هذا كلام المولى سبحانه وتعالى. أنا كنت جاي. أيوة تكلم بدر تكلم. أنا كنت جاي كنت جاي أخرب ماكينات المزرعة. أنا عارف. عارف؟ عندك تلفون في البيت؟ عندك تلفون؟ تجمل روح اتصل بالشرطة، أنا المفروض يسجنوني. يسجنوني. روح تجمل روح، صدقني ما أشرد، والله ما أشرد. بدر يا أخوي، مكتوب بعد في القرآن إن الله يحب التوابين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا بسادي اليمين، هلا هلا بالرجال. ايدي ما تصافح ايديك يا سليمان. دخل دار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تأمروني بشيء؟ عصير. واحد عصير واحد ثاني. عصير برتقال أو شيء؟ عصير برتقال. برتقال. ثواني ها؟ طيب. عفوا. لا. خدمة ثانية؟ لا أخو عماني؟ إي نعم عماني. بصراحة شيء ذي الصدر. الله يوفقك يا ولدي. مشكور. الله يوفقنا جميعا إن شاء الله. جلس يتكلم ويتكلم ويتكلم وكأنه كان يحاول يطلع كل الشرور اللي كانت متراكمة في قلبه. سليمان فعلا متورط يا سيف، واللي نفذ له لعبة العرصة تاجر اسمه قاسم. قاسم ما غير، أعرفه زين، رجال أعوذ بالله منه. لا وزيدك من الشعر بيت، ومعه بدر وخليفة وهلال. بدر وخليفة وهلال، يا خسارة يا سليمان يا خسارة. شاب متعلم وتسوي كل هذه السوالف السخيفة. لا خسيف، الإنسان إذا فقد الرؤية سواء متعلم أو غير متعلم يكون فقد اتزانه. تصور سليمان علشان يمنع أخته من سعادتها مع شخص محترم يقوم يتصرف تصرف واحد جاهل ما عنده أدنى ذرة وعي. وأنت إيش تقول؟ أنا أقول يا جماعة لو تسترنا على جريمة بنكون شركاء فيها أمام العدالة، وهذا ما يستوي. يا أبوي أنت بس سكت ولا تتكلم. يا لعن عبد الله أفع عليك، بس خلي سليمان يقول اللي عنده. ومن ناحيتي يا جماعة ترى أنا مستعد أسلم نفسي للشرطة وأخذ جزائي في الدنيا وأتوب إلى الله تعالى، أفضل من أن ألاقي ربي وهو غضبان علي. وأنا يا أبوي أنا معترف أني غلطت وأبغي منك السماح. سماحة؟
تريدني أسامحك؟ تريدني أسامحك؟ والله عيب، والله عيب. أنت تعرف لما تفكر أنك تدمر ناصر وكأنك دمرت أختك؟ سواء كان ناصر خطيب أختك أو أي شاب آخر من أبناء بلدك، هذا الفعل ما مقبولة منك أبداً يا سليمان. يا جماعة أنا موجود قدامكم، واللي تفرضوه علي أنا مستعد له. أول شيء نبغاه منك يا سليمان إنك تشتغل. تعرف لو كل هذيك المدة أنت مشتغل كنت عرفت تعيش بين الناس حياة صحيحة، لكن للأسف الفراغ عام عينك وخلاك ما تعرف كيف تعيش مع الناس وتتعامل معاهم. وصدق الشاعر يوم قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، وأي مفسدة؟ صحيح كلامك يا سيف، ويسلم لسانك. الله يخليك. والشاب يا أخوي يا سليمان لازم يكون يفكر بشكل سليم وواقعي في الحياة العملية. يا إخواني ترى الشيطان عنده دروب كثيرة للإنسان العاطل. أنا واحد سألوني. كل الناس تكلموا إلا أنت ساكت وما قلت شيء يا ناصر، مع أنك أنت صاحب المشكلة، أنت اللي تأذيت. والله يا عمي عبد الله أنا نسيت اللي راح وخلاص، وأتمنى لسليمان كل الخير. وصدقني يا سليمان، صدقني أنا ماشي لك في قلبي إلا الخير. قم قم تسامح من أخوك ناصر، قم. لا يا عمي أبدا، ما في داعي، استغفر الله. وما في بين الأخوة إلا النية الصافية دائما. قوم يا سليمان، قوم قوم يا سليمان، قوم قوم سامح سامح، قوم. هيا هيا عاش. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اسمح لي يا ناصر. يا سلام، هذه هي الساعة المباركة، ماشي أحسن من السماح، وهذا اللي احنا نبغاه يا جماعة الخير. وأنا يا جماعة الخير عندي كلمتين أبغى أقولهم لسليمان قدامكم كلكم. يا أخوي يا سليمان، أنت تعلمت وصرت مهندس وفاهم، وأنا أخوك وعندي مزرعة، فيا ريت لو تحط يدك في يدي ونتعاون ونشتغل في هذه المزرعة. وصدقني ما راح تحس بتعب، بالعكس راح تشوف الراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية وانت تخطف الثمرة اللي تعبت فيها واشتغلت علشانها. أبشر أبشر يا ناصر، من اليوم ورايح أنا ودراستي وعلمي كلها تحت أمر أي مزرعة تستاهل. يا سلام، والله إن كلام جميل، قلوب تصاف، هذا اللي احنا نبغاه يا جماعة الخير. الحمد لله، الحمد لله. وهذا هو مكانك الصحيح يا سليمان. ونقدر نقول يا جماعة الخير من تو رايح عفى الله عما سلف. أكيد صحيح، بس أنا بغيت أقولكم شيء، لو كانت السالفة محصورة بيننا فأنا مستعد أني أدفع لناصر كل اللي خسره في العرصة ونقول انتهت السالفة. جزاك الله خير. لكن في شيء اسمه قاسم، واللي مثل هذا ما يخافوا الله، وإذا خليناهم نكون خلينا الفساد يشتغل على راحته. صحيح، لكن أنا ما بخليهم. نحن لازم نبلغ الشرطة علشان يشوفوا شغلهم معه ومع اللي مثله. ما أبوي أنا وصلت خليفة، حي الله بالغالي، حي الله أبوي. تعال تعال افتح العين بجهتك، تعال. يا الله يا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. والله يا أن عيني على الدربة ترياك من يوم ليوم. تأخرت يا ولدي، غبت عني، طولت. ليش نسوي الشغل وظروفه؟ لكن بصراحة أنا مشتاق لك. نعم اللي مشتاق لك. وأنا ردت روحي يوم شفتك. نعم ها ردت الروح. الله يخليك. شفتي يا أمي؟ صدقين أن هذه المرة من رزق الحلال، والله يعلم. أحسنت يا ولدي، مبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. يوم الله هداك.
في الحقيقة يا العم عبد الله احنا جيناك بالامل. والله يا ولدي الامل بالله قوي. نعم والنعم بالله. والنعم بالله يا ابو سليمان. تبى الصراحة انا مع بدر في سالفة التجارة. مشكور معه. والله وهذه الساعة المباركة يا اولاد. اي نعم والله يزيد البركة. امين. عجب سمعوني يا جماعة. تفضل. انا قريت اليوم في الجريدة خبر مهم. اصدر قرار بتعميم سوق الجمعة. معنى هذا ممنوع للعمالة الوافدة انها تمارس البيع في السوق. يا سلام. والله لله. والله اما هذا احسن واحلى خبر سمعناه. صحيح. وهذه تعتبر خطوة جيدة في سياسة التأمين. ومثل ما يقولوا مسافة الألف ميل تبتدي بخطوة. صح الله لسانك يا سليمان. اسلم يا سليمان. وانا مستعد اني امولك. وانا مستعد يا عم عبد الله. خلاص اجب من باكر ان شاء الله بروح معك وبشتري لك البضاعه وبمره بعرفك على التجار اللي يبيعوا بالجمله. ها وتاخذ بسطه في سوق الجمعه. ما تقصر. نعم جزاك الله الف خير يا ابو سليمان. جزاك الله الف خير وما تقصر. نعم انك وفي. يا ولدي يا خليفه نحن مبسوطين انك اشتغلت وعرفت كيف الناس عايشين بصدق وبصراحه. يا ولدي الناس صارت تتكلم عنك بمعروف وتذكرك بالزين والاحسان وسمعتك صارت طيبه بينهم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا همي. واحنا اتفقنا يا ولدي قبل لا تجي ان نشوف حل مشكلتك. انت تعرف يا ولدي ان بيتك مرهون وموعد الرهن قريب ومثل ما قلت لك الدم عمره ما يصير. أنا يا جماعة محتار في أمر الرهن هذا. كل ما أحس إن موعده قرب تزيد حيرتي وما أعرف إيش أسوي. أفا عليك يا خليفة. بس أفا عليك. إحنا كلنا ولاد هذه الأرض الطيبة يا خليفة ولا يمكن نتركك وحدك أبدا. أحسنت يا سيف. والله إنه كلامك صحيح. أظن يا خليفة إنه راتبك ما يكفيك علشان تأخذ سلفية من البنك وتسدد الرهن اللي عليك. واحنا في الحقيقة يعني. اتفضل يا عمي عبد الله قول. يا ولدي يا خليفة احنا اتفقنا ان نجمع لك المبلغ ونفك الرهن اللي عليك. جزاكم الله خير يا جماعة وما تقصرون. وعسى الله ان شاء الله يقدرني اني اسدد المبلغ بالتقسيط. انت عارف يا ولدي يا خليفه من صاحب هذه الفكره؟ اخوك ناصر. هي نعم يا خليفه مثل ما قالوا لك الجماعه ان الدم عمره ما يصير مي. والحين يا جماعة وما دام اننا مجتمعين هنا اليوم حاب اقول لكم كلمتين للعم عبد الله. تفضل. تفضل يا ولدي. تفضل. الحقيقة يا عمي عبد الله انا جاهز وباغى اكمل نصتي. والله يا ولدي هذه الساعة المباركة انا حاضر ومستعد وعروسك جاهزة وحدد الوقت اللي تريده. ناصر نزيدنا انا وامو. انا وبعدني ماسك. انا وبعدني ماسك. شبك ماسك. وانت بعد عروستك جاهزه واختار الوقت اللي يناسبك. الله يخليك. اي نعم. الله والله انها الساعه المباركه. نعم مبروك يا ناصر. الله يبارك في حياتك ان شاء الله. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك يا سيف. مبروك يا ابو سليمان. بارك الله فيك. ومبروك لنا كلنا. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل. بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل. بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل. والشر عمره ما يدوم طال حبله او قصر. طال حبله او قصر.
وانت يا ابن آدم تختار تختار بين الدربين. رب تعطاك العقل والسمع والعينين، هادي الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.